ازاي تحسن القرايه عندك، قرايه الانجليش، بطريقه سهله وجميله جدا وممتعه. لو عايز تعرف كمل الفيديو للاخر. يلا بينا. اول حاجه لازم تعرفها ان القرايه دي عاده. علشان تقدر تقوي العاده دي او تحسنها لازم تمارسها كل يوم في وقت ومستمر وتديها حقها جدا. طب انا واحد ما بحبش القرايه وبكرهها وما بحبش الكتب وما بيجيليش كده خلق افضل قاعد قدام الكتاب واقعد اقرا فيه كده، طب اعمل ايه؟ وهنا بقى يجي الحل المثالي من وجهه نظري، وهو الاوديو بوكس. الاوديو بوكس ديت كتب صوتيه، بتبقى كتب مكتوبه وبتسمعها بدل ما انت بتقراها بنفسك. طب ازاي؟ هتخش على يوتيوب وتكتب مثلا اوديو بوكس، تمام؟ وبعد ما تكتب اوديو بوكس هيطلع لك اي كتاب تختاره، تدخل على الكتاب هتلاقي الكلام بيطلع لك وحد بيقراه، يبقى انت بتسمع الكتاب. طب انا كده هحسن يعني القرايه بتاعتي؟ ما هو انت بقى هتستخدم تكنيك معين علشان تقدر تحسن القرايه بتاعتك. ما هو برده ما ينفعش، يعني مفيش طريقه سحريه كده هتعملها من غير ما تقرا، انت هتقرا بس بشياكه. في شويه خطوات هنمشي عليها علشان نقدر نحقق المطلوب دوت. طب ايه هي؟ اول حاجه لازم اجيب كتاب على قد مستوايا، ما ينفعش اجيب كتاب اعلى من مستوايا والا لما اجي اقراه هحس ان انا مش عارف اقرا وهبقى هلاقي الموضوع صعب جدا فمش هكمل. فلازم اجيب كتاب على مستواي، لازم تعرف مستواك ايه وتجيب كتاب على قد مستواك. تاني حاجه لازم الموضوع يكون شيق بالنسبه لي، فاختار موضوع يكون انا حابه، ما الاقيش مثلا كتاب عن السياسه وليكن وانا ما بحبش السياسه، فاختار موضوع يكون سهل وليكن انا عايز اتعلم حاجه عن العادات اليوميه فاشوف موضوع عن بيتكلم عن العادات. تالت حاجه اسمع الصفحه كلها اللي بتتقال قدامك وانت شايفها، يعني انت شايف الصفحه قدامك واسمعها، وبعد ما تسمعها كلها ابتدي اقراها بنفس الطريقه ونفس الريتم. طيب لو في كلمات وقفت قدامك هتعمل ايه؟ هتخلي معاك كشكول وقلم على طول. اول حاجه هتعملها هتشوف لو انت مش قادر تخمن المعنى خالص، يعني انت حاولت تخمنه او على الاقل تفهم سياق الجمله ايه ومش عايزه تيجي معاك، فساعتها هتكتب في الكشكول ده الكلمه اللي واقفه معاك، الكلمه الواحده بس، ما تكتبش جمل، هتكتب الكلمه بس وما تدورش عليها دلوقتي. كمل قرايه، يعني اقرا حتى لو مش فاهم الكلمه، اقرا وكمل قرايه للاخر، وبعد ما تخلص قرايه تسيرش بالكلمه ديت على المعنى بتاعها. الخطوه اللي بعد كده تقرا كل يوم وليكن 5 دقائق او 10 دقائق. لازم تدي القرايه دي او العاده اللي انت عايز تكتسبها دي لازم تديها حقها كل يوم. واخر حاجه تخلي الفيديو او الكتاب قدامك على طول، يعني سواء بقى هو فيديو او انت هتقرا في كتاب حقيقي عندك في البيت، فاي حاجه من الحاجات من الحاجتين دولت يبقى تخلي الكتاب قدامك على طول. خلي اللينك مثلا قدامك في اول حاجه عندك في البراوزر بتاعك، او خلي الكتاب على طول محطوط في مكان معين باين قدام عينيك، لان لما بيكون قدامنا عاده جديده عايزين نكتسبها بننسى غالبا ان احنا نعملها، فده هيخلينا نفتكر على طول ان احنا نبدا. بس كده تعالوا نشوف مثال سريع كده للي احنا قلناه. It's August. Anna is playing her guitar on the balcony of her new apartment. I like it here, she thinks. Then her phone rings. It's her friend Vicky. It's August. Anna is playing her guitar on the balcony of her new apartment. I like it here, she thinks. Then her phone rings. It's her friend Vicky. يبقى انا عملت ايه؟ لقيت كتاب قدامي وطلعته واخترته for beginners وشفت اول صفحة وسمعت الشخص وهو بيقراها، وبعد كده ثبت الفيديو او وقفت الفيديو وابتديت اقرا زي ما هو قال بالظبط وبنفس الطريقة. طيب وقفت معايا شوية كلمات زي مثلا balcony و apartment، فاعمل ايه؟ كتبت الكلمات دول على جنب وهدور عليهم بعدين لحد ما اعرف ان بالكوني معناها بلكونه وابارتمنت معناها شقه، وبعد كده ارجع اجرب اقرا الصفحه مره كمان، هلاقي ان الموضوع بقى مفهوم اكتر وممتع، اخش على الصفحه اللي بعدها وهكذا. ودي الطريقه اللي انا برشحها لاي حد مبتدئ بيحاول ان هو يحسن القرايه او يحسن عاده القرايه عنده وعايز يطور الانجليش عنده بشكل عام. وبس كده، تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج وانت لسه مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.